السلام عليكم، راني عاودت وليت هاد الايامات، غير سمحوا لي ما جيش بزاف لخاطرش كان عندي الخدمه. خدمت 7 ايام دو سويت، داخله فيها الويكاند بلا راحه. زعما نقول لكم حاجه، كيما كنشوف فيا كي معاك، كون غير غمض عيني نطيح نرقد حتى الغدوه. شنو بغيت نقول لكم؟ يمكن نقرا واحد لا نيوز كيما هاكا على الدروا او لوجمون. كاين واحد لي زاسوسياسيون في فرنسا مثلا، وفي بلدان اخرين تاني، كانوا يهضروا على الدروا او لوجمون، يعني الحق في السكن. بان يردوا لو دووا او لوجمون حاجه زعما تكون ان دووا فوندامونتال، تكون حاجه زعما اوبليغاتوار تنجم تفرضها على الحكومه تاعك. تروح تقول لهم مانيش ما عنديش سكنه، وتطلب بالسيف منهم سكنه. هما مثلا يقلعوا السكنه لحد واحد اخر، ولا تكون خاويه، ولا يقلعوها ويعطوها لك. هاد الهضره كيما هكا، هاد الهضره جايحه في الحق، يعني جايكم كي تسمعها كيما هكا تبان لك بلي زعما حاجه مليحه، باسكو سي مورال، راك فاهم سي مورال. تقول واه ما خلوش الناس ما ساكنينش مليح، ولا ماشي مساكنينش، ولا ما عندهمش دخل، ولا يصانهم، ولا واحد اخر كاتب دارهم خليها خاويه، راك فاهم. صوالح كيما هادو هما اللي خلو مجتمعات كاملين يروحوا في داهية، كيما المصريين اللي ما تبغوهمش. دونك بغيت زعما كن نعطيكم شوية دي كونسيكونس على هضرة كيما هادي تاع الدغوا ولوجمون. بكري الناس كانوا دايرين دي ديفينيسيون تاع عندهم دي دغوا فوندامونتو، حق كي يقولوها بالعربية ولا معناها بها حق أساسي، يقولوا حقوق أساسية. مثلا الحق في الحياة، دغوا لا في، ولا دغوا لا بروبريتي باش تكسب كاش حاجة، هادو معترفين بهم في العالم بأسره كوم دي دوا فوندامونتو. ما في بلدان كيما مام لا كوري دي نور مستعرفين بهم كوم دي دوا فوندامونتو. لا ديفينيسيون كي تجي تشوف تاع الدوا فوندامونتال، هو ان دوا اللي يتعلق بنادم روحه، ما يليقلاش هذاك الدوا باش بوغ ليكزيرسي، ما يليقش وخد اخر يجي ويعاونك في ذاك الدوا، ولا دخل روحها في ذاك الدوا، ولا مثلا الدوا في الحياة، الحق في الحياة تنجم تعيش روحك، راك تعيش، ما غاديش نقلعو كاش حاجة بلا نخد اخر باش نخلوك تعيش، ما غاديش نقلعو الحياة بلا نخد اخر ونخلوك تعيش. بصح هاد اليوم هاد لي دوا لي راهم منهم يحوسو يروحو لهم، باسكو الفيس كي تجي تشوف الفيس تبع معايا مليح، ماناش عايشين في دي سوسيتي، ماناش عايشين في مجتمعات اللي راهم يعطوا للناس بالوقت بلوس دو دوا. العكس راهم لورديناتور البورتابل غادي ماذا بيا نجي بها لكم، نوريكم حاجه باش نقول لكم العالم اللي عايشين فيه كيداير اليوم. العالم اللي عايشين فيه راه داير كيما هكا، الناس راه تفقد كل يوم دي دغوا، كل يوم راهم يفقدوا دي دغوا. اي اون ميم طون طازاتو الحكومات يخرج واحد الخرجه كيما هكا، قال غادي نعطيكم ان دغوا، وهذاك لو دغوا كي تجي تشوف الحق ما يعطيكش، يديلك. هي لا تكنيك هادي تاع لايكيدو، لايكيدو تستعمل القوة تاع لادفيرسير. لايكيدو يجيك واحد خشين عليك نتايا، نقولو رغيف وكلشي، تبغي طيحه، تستعمل القوة تاعه. دونك هما يستعملو هاد لا تكنيك تاع لايكيدو كيما هاكا، نتايا خاصك حق ولا تدافع على حق، ايوا كرواح ارواح، استعمل القوة تاعك، استعمل الشعب اللي راه يساند فيه وكلشي، استعمل وقتك وكلشي باش دافع على هاد الحق، ويتمرك في اتجاه اللي هو راه باغي. بصح ميم طون يقلعو لك حقوق الاخرين. الحاقه اللي بغيت نوريكم حاجه سهله غير بين قوسين، فريمون في نيويورك راهم ناس داروا اون اورغانيزاسيون باش يجو ضد واحد القانون راهم بايفوتوها اليمات، باش يمنعوا على لي ريستوراتور باش يديروا الملح في الماكله. هاد الناس لي زاميريكان نقول لك العرب يكرهونا على خاطر الحريه تاعنا، الوغ كو هما راهم راح يديروا قانون في فيل باش يمنعوا على ريستوراتور باش يدير الملح في الماكله. فاسيني كي نتايا راك اديو، راه عندك 50 عام، وراك راجل وبقميقمك وكل شيء، الملح كاين سيدك يقرر، لا انت تاكل الملح ولا ما تاكلش بالملح، فاهم؟ هو مارق عليك. هل الهضره تاع مارق عليك هذه راه مبنيين عليها بزاف الصوالح، راني جاي لهم بشويه. دونك قلت لكم نهضروا على هذا اللي قال لك دوا ولوجمون، هذا تاع اخي في الزمان. دوا ولوجمون حاجه مليحه سيدي، دوا ولوجمون نجيو تانيك الدوا باش تكون عندك لوطو،
نقولوا دوا باش عندك بلاي ستيشن دوا باش فاهم صوالح كيما كاع صوالح ردهم دي دوا لا تشوف لي كونسيكونس تاع هاد الدوا كي داير باش يعطو الدوا و لوجمون هذا يليق يقلعو اللوجمون تاع كاش واحد مثلا بنادم خدم 15 عام ولا 20 عام ولا باش شرا دار بصح الحكومة أي دي فونكسيونير كي نقولك الحكومة مع دي فونكسيونير هما يقرروا لا هاد بنادم داره راه داير فيه راه يستعملها بصفة اللي زعمك مليحة ولا ماشي مليحة ولو كان ما يستعملهاش بصفة مليحة أي ما يسكنش فيها مثلا يقلعوها لها ويعطوها لحد واحد آخر راكم فاهمين راكم فاهمين لا جوستيس وراها تا سينيفي الدوا دو بروبريتي هو ان دوا فوندامونتال غادي نروحو ضده باش نخلقو ان دوا اللي ما على بالناش عمي نخرج صحاتي مشكل في هاد في هاد في هاد لافير ما تنساوش بلي هاد القضية جاية من عند لاغوش ما تنساوش بلي لاغوش الهدف تاعها هي الميزيرية لاغوش تبغي تخلق الميزيرية لخاطرش لاغوش تعيش من الميزيرية كيما الحوتة تعيش في الماء لاغوش تعيش خير في الميزيرية دونك يليق لهم يخلقوا لا ميزير دير كيما هاكا سيدي صح قال نقضوا قاع ديال لهم خاوين قاع اللي راه دير كريدي و يخلص في دار دوبي 20 عام واللي ولدها واللي تعب عليها واللي حنا نقلعوها لها بالسيف ونعطوها للناس اللي ما عندهمش وين يسكنوا صح اسيدي ديروا كيما هكا وين تروح وين تضرب شوف غادي تكلم العفاف كاع البلدان اللي داروا صوالح كيما هكا الناس اللي عندهم الدراهم يدوا نورمالمون ليموبيلي الحجره يدوها ك نقولوا ان انفستيسمون سوليد ان انفستيسمون سور كي دير قوانين كيما هكا ولا ميم تهضر باش ديرهم ماشي غير ديرهم غير تهضر باش ديرهم دخل لانسيكوريتي في ليموبيلي اش يديروا هاد الناس ما يشروش الديار ما يبنوش الديار دونك يبقى في العام نقولوا لما مولف كانت تبنى 50000 دار تولي تبنى بالك 5000 دونك بالوقت شي غادي يصرى غادي تولي لا كريز دو لوجمون لاخاطرش الناس ماشي مهابيل زيد حاجه اخرى تخيل واحد مالغي هالقوانين مالغي الريسك مالغي لانسيكوريتي يقول لك بون ندير دراهم كومون في دار نشري دار شي يطلب مون ايشانج يعرف لي ريسك كبير دونك ريسك كبير يليق له روندمون كبير لوايي يطلعو باسكو الناس يقولوا يبغوا يطلبوا دراهم حق ما يكونبونسو الريسك تاعهم بون راني قبل جاي فيها هاد القضية هي من نطلبوا من الحكومة باش تدخل في صوالح اللي نورمالمون خاطيتها اللي نطلبوا من فونكسيونير يتدخل في لو بيان تاع بنادم اسكو مليح يدير بيه هاك ولا يدير له يدير كيما هاكا بيه معناتها بلي المواطنين معناتها الشعب يولوا كي 18 عام ما يحبوش لا ماجوريتي لخاطرش يولوا ناس مارقين عليهم يقروا في بلاصتهم واحد الصوالح غادي نحبس هالفيديو دوك ونجي تمتم غير نطفي نعاود نقديها تمتم باسكو تفوت 10 دقائق